أيها المسلمون أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين، صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، الجالس معنا فيها يجب ان يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد، وتحيتنا اليك يا سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. كانت الوصية الاولى التي وجهها قوم قارون اليه، انهم قالوا له: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. وكانت الوصية الثانية: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. وكانت الثالثة: ولا تنس نصيبك من الدنيا. وكانت الرابعة: واحسن كما أحسن الله إليك. وكانت الخامسة: ولا تبغ الفساد في الارض، ان الله لا يحب المفسدين. واحد يا مسلم. لا تفرح، ان الله لا يحب الفرحين، وتكلمنا عنها وقلنا ان الفرح المنهي عنه هو الفرح الذي ينسي صاحبه نعمة الله عليه. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. آتاك الله مالا ووسع عليك في الرزق وأعطاك نعما جزيلة، تبتغي واقصد في هذه النعم ما عند الله تبارك وتعالى من جنات ورضوان.
ربنا ادك مال، استعمل هذا المال فيما يقربك الى الله. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيروي في الحديث القدسي عن الله تعالى فيقول، ربنا بيقول ايه، يقول ابن ادم مالي مالي، يا ابن ادم ليس لك من مالك الا ما اكلت فافنيت، ولبست فابليت، وتصدقت فابقيت، وما عدا ذلك فذاهب وتاركه لغيرك كائنا من كان. سلمعون الصلاة على النبي خير الانام. شوف ربنا بيقول ايه، ابن ادم يقول ابن ادم مالي مالي، ده مالي، ده فلوسي، ده عرقي، ده شطرتي، ده علمي. فربنا بيقول له يا ابن ادم بص شوية، فكر شوية، ليس لك من مالك المال، هنقسمه ثلاث اقسام، قسم هتاكل منه، وقسم هتلبس منه، وقسم هتتصدق منه. شوف ايه اللي هينفع بقى. القسم اللي هتاكل منه حياتنا، هينتهي. كلت النهاردة الساعة 12، الساعة 5 عايز تاكل تاني، مفيش ده. ولذلك بيقول بعض الصالحين ايه السعادة اللي تستمر ساعة، وايه السعادة اللي تستمر يوم، وايه السعادة اللي تستمر شهر، وايه السعادة اللي تستمر سنة، وايه السعادة اللي تستمر مدى الحياة، وايه السعادة التي لا تنتهي ابدا. واحد وسمعنا الصلاة على الحبيب. السعادة اللي بتستمر ساعة، اكلة، واحد يدخل مطعم يطلب نص كباب وشوية سلطة الطحينة، وهو عمل حسابه من قبل ما يجي من كفر البلاط انه اول ما ينزل ينزل على الكبابجي، وسعيد بهذا اللقاء انه جاي مصر عشان هاكل الاكلة دي، وهو طول ما هو ماشي في السكة قاعد يهندم، تبدأ بالسلطة الاول ولا بالكباب الاول، وعمال يعني خياله سرحان في الاكلة دي، فبيدخل على طول يطلب الاكل. الاكلة دي سعادة تستمر ساعة واحدة بس، اللي كان كباب زي اللي كان عج، مش هي هي، ده بيطلب مية بعد ساعة وده بيطلب مية بعد ساعة، ده بيطفي المش وده بيطفي الكباب، والاثنين بيطفوا، مفيش، ادي الساعة اللي تستمر ساعة. ولذلك الانسان ما يبصش ابدا لغيره. النبي قال لابو ذر كده، قال له انظر الى من هو تحتك فان ذلك اجدر الا تزدري نعمة الله عندك. تبص للي تحتك ترتاح، تبص للي فوق تتعب، مش هتنام، هيجيلك ارق، وتغيب تاخد حبوب مهدئة، ومش مهدئة مفيش نوم، طول الليل تتقلب وعامل تحسب فلان بيجيله منين، بيلبس منين، بيسكن منين، اشمعنى هو، اشمعنى انا. ربنا بيقول لك ايه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل. وبعدين هو مقسمها بعدالة، ده عدالة، مد لي ده مال، ومد لي ده علم، ومد لي ده صحة، ومد لي ده اولاد. وتبص تلاقي الحكاية في الاخر هتنتهي الى ايه، وارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. سمعتني الصلاة على الحبيب النبي. فدي السعادة اللي بتبقى ساعة، في سعادة بتبقى يوم. ابوك جاي من السفر وبقاله مدة ما شفتوش، بتروح تقابله على المحطة، وقلت انك جاي جايبه على البيت، وبعدين مراتك بتبص اذا لقاته شايل في يمينه سبت وفي شماله قفة هترحب بيه، وازيك يا عم، وحصلت البركة يا عم، بمعدل 50 مرة في الدقيقة. هي الحياة ما بترحبش بيه هو، ده بترحب بالسبت. بس
اذا كان داخل بيض منفضة هتبقى متضايقه ومتنرفزه، والراجل يجي يتغدى ما فيش غدا، والنهار ما تتكرم عليه بنص كيلو بطاطس مقلي عشان تحرق قلبه في الحر المدة اهو، وهكذا. انت برضو كذلك طول ابوك ما وقعد ازاي يا ابا حصلت البركة. تاني يوم الحرارة بردت، بعد ما كنت بتقول بمعدل 10 مرات في الدقيقة اصبحت كل 3 ساعات مرة. تالت يوم مراتك تقول وحدتني هنا لغاية امتى؟ احنا زهقنا بقى. يا المسألة دي ايه؟ دي الدنيا كده نظامها كده، كل واحد زي ربنا سبحانه وتعالى ما رسم الطريق. قال وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. واحد يا مسلم لا اله الا الله، ولذلك اهل زمان يقول لك الضيف اول يوم زي القمر المنور، وتاني يوم زي الرغيف المأمر، وتالت يوم زي العفريت المصور. ايه الدنيا كده؟ مفيش دوام لحد ابدا الا لله، مش حاجة تستقر على حال الا الله. هو ده الذي لا يجري عليه زمان ولا يحويه مكان، ولا يؤثر فيه الليل ولا النهار، ولا تدركه الابصار ولا تحويه الاقطار، وهو الواحد القهار. انا عايز اسمع الصلاة على الحبيب. السعادة اللي تستمر شهر الزواج، بيبقى داير يابا جوزني يا اما شوف لي بنت الحلال، وداير حاطط كل هدفه بالجواز لغاية ما يشوفوا له بنت الحلال، يكتب كتابه ويقعد سنتين دايخ على ليلة الدخلة، ومرة داخل بحتة ديولين، ومرة بتريفيرا، ومرة بجزء اساور، ومنشفها ريقه، ده كله عشان الجواز، عشان ليلة الدخلة. السعادة دي بتستمر شهر واحد. اهم الشهر الاولاني مكسوفين من بعض شوية، لسه المعاملة متغيرتش. بعد شهر كل واحد بيظهر على حقيقته، هو عايز ياخد الصباحية وهي بتقول له لا دي فلوسي، هو بيقول لها اكتبي لي حتة الارض اللي عليكي، تقول له دي بعينك ده حقي، ودخلوا في مشاكل. بس بدأوا يقرفوا بعض، بدأت المعاملات تدخل في غلط، بدأ يشتكي منها، بدأت تغضب في بيت ابوها، اهي الحياة الزوجية. ولذلك مولانا سبحانه وتعالى لما بيقول حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت، بيحرم ان احنا نتجوز دول ليه؟ عشان خاطر الحياة الزوجية دايما مبنية على اخذ ورد في الكلام، فبدل ما يبقى خلافه قطيعة رحم خليه خلاف بس، بدل ما تتجوز واحدة من محارم فتعقها وتسيء اليها فتكون قاطعة رحم، فربنا حرم زواج هؤلاء عشان ما تبقاش فيها اساءة للرحم. سمعتني الصلاة على الحبيب النبي محمد. شهر واحد اللي بيبقى فيه استقرار، بعد كده بتدخل المسائل في الكلام والحديث، وبعدين هي تغضب عند امها وهو يروح يصلحها، وبعد كده تيجي، وبعدين ايه يملوا عليه الشروط من مركز قوة انها لو غضب التاني يغرمه 500 جنيه، وهكذا شهر واحد. السعادة اللي بتستمر سنة ان ربنا يرزقك بمولود. الست ولدت خلاص، تبقى انت داخل طالح تدلع في الولد، وازيك يا ميمي، وازاي مش عارف ايه، وتغيب تنطسه لفوق وتحت لما تحفرته. بعد سنة الواد بدأ بقى ايه يعيط طول الليل، ما بينيمكش، بدأ يسنن، بدأت النزلة الشعبية والمعوية ونزلة السمان والنزلات بكتر، تقف انت تقول الخالف واللي بيقولوا خالف، من يوم ما شفتك ما شفتش النوم يا وش الصاع. ادي الواد اللي انت كنت جاي تجري وراه، شوف الدنيا ايه. عشان ربنا سبحانه وتعالى لما بيصورها بيقول اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد، كمثل غيث اعجب الكفار نباته
ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حصاما. النهاية ايه؟ وفي الاخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. نعمل ايه يا رب لما هي متاع الغرور؟ السابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض. لا اله الا الله، لا اله الا الله. شوف الايه ماشيه ازاي. اعلموا اعلموا اعلموا، بيان بيان مهم من رب العز. اعلموا، ما قالش انما الحياه الدنيا على طول، قال اعلموا. انذار، انذار، زي الاذاعه لما بتبقى النهار مثلا تقول لك ايه، استمعوا الى بيان مهم في الساعه 6. الناس كلها تبقى مترقبه هيقولوا ايه، هيرخصوا الطحينه ولا هيخلوا اللحمه بكام. طبعا كل واحد بيدور على حاله. ها ربنا بيقول اعلموا، وقبل كده بيقول ايه؟ ده قبل كده بيقول اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها. قد بينا لكم الايات لعلكم تعقلون. وبعدين يحيي الارض بعد موتها، ايه الفائده اللي هناخدها من الايه دي؟ اذا كان الله قد احيى الارض بعد موتها فهو قادر على ان يحيي الموتى يوم القيامة. هذه معنى الاية. ومن اياته انك ترى الارض خاشعة سخنة ذليلة هامدة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت. وبعدين ان الذي احياها لمحيي الموتى، هو اللي احيا الارض دي، هو اللي هيحيي الموتى، انه على كل شيء قدير. وحد وصلي. لا اله الا الله. وشوف يجي بين اعلموا واعلموا. اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها قد بينا لكم الايات لعلكم تعقلون. وقبل ما يقول اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو، يقول ان المصدقين والمصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف له ولهم اجر كريم. والذين امنوا بالله ورسله اولئك هم الصديقون. والشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم. وبعد كده يقول ايه؟ اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولا لعب ولا وزينة. اهو 15 يوم حرارة، درجة الحرارة توصل لخمسة واربعين او 42 او 43، ما فيش حد طايق لا ينام ولا يقوم ولا يقلع ولا يلبس، والناس بتنام في البلكونات وعلى الرصيف عشان بس ايه شوية درجة حرارة. فما بالك بنار يوم القيامة. نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ اذا كنا احنا بقالنا 15 يوم اهو، يعني الشمس بس يعني بتدلعنا شوية، بتدي نفس شوية نفس. وبيننا وبين الشمس قد ايه؟ 92,870,000 ميل. واحد شوف بيننا وبين الشمس قد ايه؟ ولذلك الانسان في اليوم الشديد الحر يقول ما اشد حر هذا اليوم، اللهم قنا شر نار جهنم. شوف الشمس بينا وبينها قد ايه؟ 92,870,000 ميل. شوف 92,870,000 ميل. ميل، والميل اكبر من الكيلو، ومع ذلك شوية حر مفرهضين العباد. مفيش حد ابدا يروح الشغل ما هو قادر يشتغل، يمشي في الشارع ما هو قادر يمشي، يقف شوية على محطة الاتوبيس يسيح من الشمس، يركب الاتوبيس يختنق. امال بقى لما ربنا بيقول اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيبا وزفيرا. لا اله الا الله، لا اله الا الله. اللهم عدها على خير يا رب، اللهم ارحمنا فانك بنا راحم.
لطيف. اذا رأتهم من مكان بعيد اذا رأته جهنم. جهنم شوف ربنا بيعبر عنها كأنها انسان عاقل. اذا رأته اذا شفته وهم لسه بعيد ما يجوش على الحافة بتاعتها سمعوا لها تغيبا وزفيرا. الزفير هو نفس جهنم، نفس شهيق وزفير. اما تاخد نفسك اسمه شهيق، طلع نفسك اسمه زفير. واذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين متكتفين بالحبال دعوا هنالك طبورا. يا هلاكنا يا ويلنا. فيقال لهم لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. ربنا مدينا شوية حر اليومين دول عشان خاطر نتذكر حر نار جهنم، ونتذكر عندما يقف اهلها على حافتها قبل دخولها ماذا يقولون. اسمع معي قول علام الغيوب جل جلاله: ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. فيقول لهم مولانا: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. هم بيقولوا الكلام ده لمين؟ لربنا؟ طب ما الكلام ده كان يقال قبل الموت، قبل ما تموتوا كان الكلام ده يقال، انما خلاص انتهت الدنيا يلا دخلوهم النار. اول ما يترموا في النار يتعرفوا على بعض، قال له انت فلان وانت فلان، طب ما انتوا اللي جبتونا هنا، احنا كنا صبيان عندكم وانتوا اللي علمتونا الخمره وعلمتونا الحشيش وعلمتونا شرب البيره وعلمتونا ان احنا ما نصليش وكنتوا بتنهونا عن فعل الخير. طب ما دام انتوا اللي ودتونا في ده يا بقى اتحملوا عننا شويه. واحد شوف ربنا بيقول ايه: واذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا نصيبا من النار. ده الصبيان بيقولوا للمعلمين: مش انتوا اللي كنتوا بتجيبونا ليله الجمعه عشان نحشش ونشرب خمره وازاز البيره شغاله والفجر يقول الصلاة خير من النوم تقول له رايح نفسك، جربنا لقينا النوم خير من الصلاة. مش انتوا اللي عملتوا معانا كده؟ مش انتوا اللي كنتوا بتنهونا على الصلاة؟ طيب ما تاخدوا عننا شوية من النار. شوف المعلمين يقولوا ايه: قال الذين استكبروا انا كل فيها ان الله قد حكم بين العباد. يا لطيف خد بالك، خد بالك يا ابن ادم، خد بالك ان كل فيها. طب احنا في الدنيا كنا ممكن اهو الراجل اللي فتح فرن بيقول للواد الخباز ابقى نقص من كل رغيف درهمين ولما بتوع التامون يمسكوك بدخل برضو السجن وانا هصرف على عيالك وهعز عيالك لغاية ما تطلع. دي ماشية في الدنيا، انما في الاخرة بيقول المعلم: يا معلم انت وديتني في داهيه، اعمل معروف خد عني شويه. يقول تاخد عنك، ما انا محشور معاك اهو. ان الله قد حكم بين العباد. ما انتهت، هو حكم ربنا عايز نقضي؟ لا، مش هقدر اجيب، مش هقدر استأنف الحكم. لو قلت ربنا عايز استأنف الحكم هيقول: ما يبدل القول لدي وما وانا بظلام للعبيد. انتهت، مفيش كلام. انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له قل فيقول. ان الله قد حكم بين العباد. طيب نعمل ايه؟ يتوجهون لخزنة النار. الخزنة اللي هم عبارة عن الشرطة الملائكية الموكلة بحراسة النار.
لو ان مفيش حد هيقدر يهرب ولا حد هيقدر يعدي الاسلاك، اذا كان مفيش حد يقدر يهرب من القلعة ولا من السجن الحربي، يوم هيهرب من ربنا. ده زكاة الجن اللي هي بتجري بتقول وانا ظننا ان لن نعجز الله في الارض ولن نعجزه هربا. يعني احنا عارفين ان احنا لا هنقدر نهرب من ربنا لا في الارض ولا في السماء، وهو معكم اينما كنتم، اينما تولوا فثم وجه الله منه واليه. واحد قل لا اله الا الله. يوم الضعفاء والمستكبرون يتوجهون الى خزنة النار، وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. الكلام ده ربنا بيقولهن عشان نعمل حسابنا قبل ما نروح. وكان سيدنا علي يقول لسيدنا الحسن ابنه يا حسن اعرف الموت قبل ان ينزل بك فيبصرك. اعرف الموت شكله ايه وملك الموت هيدخل يقول لك ايه، واعرف بعد الموت ايه عشان ما تفاجئش، عشان لما يزيلك تبقى انت على علم بالمسائل كلها. ما تتوهش. ده اللي بيروح يسأل على عنوان واحد بيتوه عمل ما بيلاقيه، فما بالك اللي هو هينتقل من ضيق الدنيا الى ساعة الاخرة. مفيش لا حبيب ولا صديق ولا رفيق ولا انيس ولا جليس الا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. فبيقول يا خزن جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. مش كمان يشيل يوم، يخفف يعني يخلي نفس جهنم شوية، يفتح النفس شوية. واليوم ايه ده؟ اليوم 1000 سنة. اليوم في جهنم 1000 سنة. ربنا قال كده ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وان يوما عند ربك كالف سنة مما تعدون. الكلام ده كلام ربنا، ما هوش كلام جرايد. واحنا بنقول الكلام ده بنأكد عليه عشان خاطر نعمل حسابنا. اللي يكون معاه مظلمة الواحد يرد المظلمة، اللي واكل مال الواحد يرد ماله، اللي واكل مال اليتيم يرده لانه مش هينفعه. فمولانا سبحانه وتعالى بيقول للخزنة ادعوا ربكم. لا اله الا الله. طب الخزنة يقول لهم اولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ مش ذلك واحد اسمه محمد؟ قال ما اسمعوش عنه ولا ايه؟ محمد مش جالكم القرآن؟ ايوه جنة. جنة محمد فعلا وجنة بالقرآن. ما طلعتوش ليه؟ خلاص مادام ما طلعتوش ادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال. تدعوا من هنا لألف سنة ربنا مش هيستجيب منكم ابدا. كفرة. وبعدين ييأسون من الخزنة فيتوجهون الى رئيس الخزنة اللي هو سيدنا مالك. ملك من ملائكة الله يعتبر رئيس خزنة جهنم. الملك الوحيد اللي النبي شافه ليلة المعراج فلم يبتسم. يعني كل الملائكة لما شافوا النبي ابتسموا وقاموا كده مهللين ومرحبين ومبشرين، ومرحبا بالنبي الناصح، مرحبا بالنبي الصالح، ومرحبا بك يا جبريل وبمن معك، الا مالك خازن النار. لدرجة ان سيدنا النبي استغرب وقال لي جبريل من هذا يا جبريل؟ مين اللي مع الملائكة ما ابتسمش ابدا ده؟ مين ده اللي مكسر ده؟ قال له ده مالك خازن النار، هو هكذا من يوم خلقه الله. واحد ينادوا على مالك، يا مالك ليقضي علينا ربك. قل لربنا يموتنا عشان نرتاح.
وهو ربنا قال لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، وأن لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة طيبة. الأكل غسلين وزقوم وضريح، غسلين وغساق. الغسلين والغساق عبارة عن الدم والصديد الذي يسيل من أجسامهم. الضريح هو الشوك المر. الزقوم طعام مر بشع. لو ان ثمرة واحدة من شجرة الزقوم نزلت في بحار الدنيا لغيرت طعمها. ربنا بيقول لنا الكلام ده عشان نتوب، عشان نتوب قبل الممات، عشان نعمل حسابنا. شوف، لو ان ثمرة من شجرة الزقوم، ربنا بيقول ان شجرة الزقوم طعام الاثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. لا اله الا الله. شوف بقى، تذكر لما بيحبوا يدوك شربة زيت بالعافية عبال ما تاخدها، ولما بتاخدها بترجعها تاني، بيبقى ماسكين لك نص فنجال شربة زيت خروع وطعمه مش تمام، وبعد ما بتاخد الشربة تاكل خرطة جبنة حادقة عشان خاطر تضيع طعمها، والاخر ما تستقرش في بطنك برضه. فما بالك بزقوم لو وضع في البحر يغير طعم البحر. والكلام ده من القرآن الكريم. الشراب، والله انت هنا اهو بتقدر تفوت على بتاع العصير تاخد كوباية عصير قصب او عصير مانجا او اي حاجة. هناك الشراب ايه؟ وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. خد بالك الكلام ده عشان تعمل حسابك قبل ما تقابل المولى. اللي بيقابل نسيبه بيغير حتة البدلة اللي على الحبل اللي هي كده، والقميص وزرار عن الكتكوت والكعب كباية، ويروح مهيئ وحاطط الكولونيا التلات خمسات، راح يقابل نسيبه، راح يقابل ضابط او العمدة بيلبس اللي هو مخزنه من ليلة الدخل، لان راح يقابل واحد. فما بالك بمقابلة مالك الملك وملك الملوك. اعمل حسابك، اعمل حسابك لهذا اليوم، اعمل حسابك لهذا اليوم. يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بجسم سليم، لا بقلب سليم. يبقى طول العرض ده مش مهم عند ربنا، والوجاهة والعافية والصحة، انما المهم عند ربنا الا من اتى الله ايه؟ بقلب سليم. واجعلنا من ذوي القلوب السليمة. يا مالك ليقضى علينا ربك. تدعي ربك ان هو يقضى علينا. تعرف مالك يرد عليهم يقول انكم ماكثون. وتعرف الرب يوصلهم بعد قد ايه؟ المفسرين قالوا في الآية دي فيرد عليهم بعد يوم من ايام الله، واليوم عند الله الف عام. شوف انت بقى، الف سنة عبال ما يوصل الرب، والرب ايه؟ انكم ماكثون. ما تتعبوش نفسكم، لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون. اللهم سلم يا رب. ادي مالك راحة. يبقى الضعفاء ما قدروش ياخدوا من المستكبرين شيء، الضعفاء والمستكبرين ما قدروش ياخدوا من خزن جهنم شيء، الضعفاء والمستكبرون ما قدروش ياخدوا من مالك رئيس الخزنة شيء، فيتوجهون الى الجبار جل جلاله. ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. لا اله الا الله. يبقى توجهوا الى الله مباشرة، قالوا يا رب غلبت علينا شقوتنا وتعاستنا وكنا قوما ضالين،
يا رب طلعنا منها النهاردة، بس اذا عدنا تاني نبقى ظالمين. ربنا سبحانه وتعالى يعامل العبد وهو اعلم بما في ضمير العبد. عارف هو بيقول الكلام ده ليه؟ فماذا يقول لهم مولانا؟ قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. اخسأوا امكسوا خاسئين اذلاء، وما حدش يكلمني في المسألة دي خالص. ليه؟ انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخرية حتى انسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. اني جزيتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون. انتم مش فاكرين الناس الطيبين اللي كانوا بيقولوا لكم تعالوا صلوا كنتوا بتهزأوا بيه وتقول لهم خدونا على جناحكم ووقف الله يفرجها الله وحيين النهاردة وموتنا بكرة وهكذا. اني جزيتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون. وبعدين ربنا بيقول لهم انتم بتقولوا لي تطلعكم منها النهاردة، طب انا هسألكم سؤال، كم لبثتم في الارض عدد سنين؟ انتوا قعدتوا في الدنيا كم سنة؟ شوف بقى السؤال اللي ربنا موجهه لهم، انتوا قعدتوا في الارض كم سنة؟ فيقولون لبثنا يوما او بعض يوم فاسأل العادين. لا اله الا الله، لا اله الا الله، وحد الله يا مسلم، لا اله الا الله. يوما او بعض يوم. جماعة قالوا احنا قعدنا يوم واحد في الدنيا، وجماعة قالوا ده احنا ما كملناش يوم، ده احنا قعدنا بعض يوم. ليه؟ لان غمسة في نار جهنم تنسي صاحبها نعيم الدنيا كلها. غمسة واحدة في النار تنسيه كل النعيم اللي شافه في الدنيا. فربنا يقول لهم ان لبستم الا قليلا، لو انكم كنتم تعلمون. مهما طال عمر الدنيا فهو قليل، لان الموت بعده وكل شيء بعده الموت فهو قليل. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا اله الا هو رب العرش الكريم، ومن يدع مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. وحد يا مسلم، لا اله الا الله. فلما يجي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يروى عن رب العزة ان ربنا بيقول يا ابن ادم ليس لك من مالك الا ما اكلت فافنيت ولبست فابليت. طيب السعادة اللي تبقى ساعة دي اكله، السعادة اللي بتبقى يوم لقاء واحد قادم من بعيد، السعادة اللي تبقى شهر دي الجواز، السعادة اللي تبقى سنة دي ولد ربنا يرزقك بيه، السعادة اللي تبقى مدى العمر هي رضاء الصالحين عنك ودعاء الصالحين لك. دي سعادة. السعادة التي لا تنتهي ابدا هي رضوان الله رب العالمين. هو ده المملكة الدائمة، المملكة القائمة، المملكة التي لا تزول ولا تتغير. ولذلك ربنا هيقول لأهل الجنة ايه؟ ربنا يوعدنا جميعا، بيقول لأهل الجنة يا أهل الجنة هل رضيتم؟ شوف بقى احنا اتكلمنا عن أهل النار اهو بما فيه الكفاية، تعال بقى ناخد شوية من أهل الجنة بقى. انت وانت داخل الجنة الحور العين بتزفك بنشيد، بس نشيد كويس اوي، نشيد عظيم اوي. وانت داخل الجنة الحور العين اللي ربنا خصصهم على ذمتك انت، اول ما يلاقوك داخل يقولوا لك نحن الخالدات فلا نبيد، نحن المقيمات فلا نظعن، نحن الناعمات فلا نبأس. شوف نحن الناعمات فلا نبأس، نحن المقيمات فلا نزع، نحن الخالدات فلا نبيد، نحن الراضيات فلا نسخط.
طوبى لمن كان لنا وكنا له. يا سلام، دول نساء الجنة، ربنا سماهم حور عين. حور جمع حوراء، وعين جمع عيناء. عين يعني واسعة العينين، حوراء يعني صافية سواد العينين. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيوصفهم بيقول متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. وبعدين فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان. واحد من لا يغفل ولا ينام. لا اله الا الله، لا اله الا الله. الحور العين ساعات بيوصلوا 70 لكل واحد. الشهيد له 72 من الحور العين. طب هيعمل ده كله ايه؟ ما انت هتشوف ما لا عين رأت ولا اذن سمعت. انت كنت في الدنيا متجوز واحدة من الشي فريقك ومبهدلاك مورياك النجوم الضوء. ربنا يقول لها ما عوضت صبرك خير. كان معاك واحدة من الشي فريقك حديك 70 واحدة كلهم يتمنوك الرضا. وربنا سبحانه وتعالى بيقول ولمن خاف مقام ربه جنتان. شوف الكلام، شوف شوف النبي بيروى عن رب العزة في الحديث القدسي بيقول ايه. ربنا يقول يوم القيامة يا ملائكتي اخرجوا من النار من ذكرني يوما. يا سلام يا سلام، اخرجوا من النار من ذكرني يوما وخافني في مقام. مقام يعني مكان وجودك، يعني تخاف من ربنا في كل مقام وجدت فيه. مش في المسجد نخاف ربنا وبعد ما نطلع نلعب 10 كوتشينة، لا، لابد تخاف من ربنا في كل مقام، خصوصا اذا كنت بتخلو لوحدك، اذا كنت قاعد لوحدك في الحالة دي تبقى الرقابة شديدة مع الله. ربنا بيقول ولمن خاف مقام ربه جنتان. مش جنة واحدة، جنتين. ابن عباس بيسألوه جنتين يعني ايه؟ قال لهم يعني بستانان في عرض الجنة، حديقتين في الجنة. طب هو لازمتهم ايه الحديقتين؟ قال لك حديقة من ثمار الدنيا وحديقة من ثمار الاخرة. يمكن يمكن الرجل الطيب ده هو ما كانش معاه 8 كيلو تفاح في الدنيا، ماشي كده هو سم شارح فؤاد شم ريحة التفاح، قال الله، واقف بعيد كده وشاور للصندوق بصباعه السبابة وقال له السلام عليك الى اللقاء في دار الخلد ان شاء الله تعالى، وما قدرش يشتريه. فربنا قال له حاوجي تقولك في الجنة برضه نفس التفاح اللي انت ما قدرتش تشتريه في الدنيا، حاوجي تقولك في الاخر. يبقى فيه جنة مخصوصة للاشياء اللي انت ما قدرتش تشتريها في الدنيا. ولذلك ربنا لما بيوصف فكرة الجنة بيقول ايه؟ لا مقطوعة ولا ممنوعة. طب ليه؟ لا مقطوعة يعني لا مقطوعة صيفا ولا شتاء. مش هتقول لي فيه برتقان صيف وبرتقان شتوي، لا، البرتقان موجود على طول، التفاح موجود على طول، المشمش اللي ما كنتش بتشوفه قبل ما تشتريه يكون خلص، ده مش هينقطع ابدا. لا ممنوعة يعني ما فيش حاجة اسمها الاسعار غالية النهاردة، لا، كله مجانا. انما نطعمكم لوجه الله، ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. واحد يا مسلم لا اله الا الله. يا سلام يا سلام، ليس لك من مالك الا ما اكلت فافنيت ولبست فابليت وتصدقت فابقيت. شوف بقى ابقيت ايه بقى. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما. بيخاطب الجن والانس تكذبان. الآلاء اللي هي النعم، والصورة دي فيها 78 آية وفيها 31 مرة فبأي آلاء ربكما تكذبان. وربنا بيكرر السؤال ده ليه؟ لأنه عارف ان الانسان كثيرا ما يشهد نعم الله.
كل ما يذكر نعمة يقول له بتكذب به تاني. يا بني آدم يا بني آدم يا جن يا انس بتكذبوا به نعمة تاني ايه؟ كل ما يذكر نعمة يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولذلك الصورة دي اسمها عروس القرآن، والله سيقرأها على العباد يوم القيامة. ربنا هيقرأها يوم القيامة بعد ما سمعنا الصلاة على الحبيب النبي محمد، وسيدنا النبي قرأها على الجن. ربنا قال له روح اقرأ على الجن الصورة دي. اجتمعت الجن حوالين النبي وقعدوا سمعوا منه صورة الرحمن. كل النبي ما يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، الجن يقولوا لا نكذب بنعمك ربنا ولك الحمد. شوف الكلام، صحابة النبي كانوا من الجن وكانوا من الانس لانه ارسل الى العالمين. كل النبي ما يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، الجن ترد وتقول لا نكذب بنعمك ربنا ولك الحمد. لما جه النبي اراها على الصحابة سكتوا، اما يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان محدش يرد. فالنبي قال لهم لقد كانت الجن احسن حالا منكم، كل ما قلت بأي آلاء ربكما تكذبان يقولوا لا نكذب بنعمك ربنا ولك الحمد. جنتان ذواتا أفنان، أفنان جمع فنن، والأفنان هي الأغصان، يعني كل جنة فيها أشجار والأشجار فيها أغصان والأغصان فيها ثمار، وما من مؤمن يقطف ثمرة من ثمار الجنة إلا نبت مكانها مثلها. تقطف تفاحة قبل ما تاكلها يكون طلع بدلها اثنين، ولا عايزين سماد ولا عايزين ري ولا عايزين مكن ولا عايزين نحرث ولا نزرع، مفيش، كله كن فيكون. فيهما عينان تجريان من نعيم الايه؟ من نعيم الجنة. واحد لا اله الا الله. وربنا بيقول في عيون الجنة عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يعني انت اللي تقول لعين المية مشي يمين ولا مشي شمال، شوف قد ايه، شوف العظمة قد ايه. يعني عايز تفتح شوية تقول لي عالي المية انا ماشي مين اللي ماشي معايا عشان لسه تمتع برؤية الماء. شوف العظمة، ان الواحد لما بيشوف تمثال رمسيس، على رأي واحد كان جاي مصر هنا، كان جاي من اقاصي البلاد جاي مصر، اول ما نزل باب الحديد لقى رمسيس واقف وعمال نزل المية، فلما رجع بيقول له ازاي حال مصر، قال لهم اكبر واحد فيها بيشخ على روحه. انا عارف رمسيس ايه وبتاع ايه، تعالى شوف نعيم الجنة ربنا بيقول فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نسأل الله العلي العظيم ان يكتب لنا السعادة وان يكتب لنا الرضوان وان يكتب لنا حسن الختام، وان يجعل اخر كلامنا لا اله الا الله محمد رسول الله. اقول قولي هذا، والى اذان العشاء باذن الله تبارك وتعالى. قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تبنا إلى الله، تبنا إلى الله، تبنا إلى الله، ورجعنا إلى الله، وندمنا على ما فعلنا، وعزمنا عزما اكيدا على اننا لا نعصي الله، لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله
محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا الا غفرته، ولا كربا الا فرجته، ولا عيبا الا سترته، ولا دينا الا اديته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا عاصيا الا هديته، ولا غائبا الا رددته. اللهم احسن ختامنا، اجعل خير اعمالنا خواتيمها، وخير ايامنا يوم لقائك. اللهم استر عوراتنا، اللهم امن رواتنا، اللهم لا تفضحنا بين خلقك، اللهم لا تخزنا يوم القيامة، اللهم برحمتك الواسعة امنا، وقنا شر ما اهمنا وغمنا، وعلى الايمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وانت راض عنا. امين امين يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا واليك المصير. وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واقم الصلاة.